هسه هاي اللاين اللي انا حطيته بخربطني هذا بدي اشيله. اوكي ايه هسه في ان واوت، هذول انبوت اوت بوت اللي راح نتعرف عليهم وكيف بتعاملوا مع الساكت، مشان نقدر احنا هسه نتعامل بديتا. احنا حتى اللحظه هاي كنا هون ما كنا نتعامل بديتا، كنا نتعامل بس ببروتوكول تو كونكت. هذا بروتوكول تو كونكت ما كتبت فيه شيء انا، لا ديتا لا مرحبا ولا كيف حالك ولا خليني اتصل معك ولا شيء، هذا كله بروتوكول محكومين فيه من التي سي بي اي بي. فهذا الـ الـ حتى اللحظه هاي. الان لما بدنا نكتب ديتا بين الكلاينت والسيرفر بدنا نتعلم الان والاوت، شو بيسوي الاوت شو بيسوي الان. هذول كونكشن لوكال كونكشنز بنعملهم احنا مع الساكت. اوكي هذا راح نشتغله بالتفصيل وتعلموه بال actual practical session. ايش هون بدي احكي انا كمان طبعا بس بدي ارجع بالتفصيل اللي هو request to connect. هون ابتداء انا احنا عملنا request to connect زي العادة، وبعدين السيرفر ساكت هون بتعامل مع الساكت تبع الكلاينت، صار في كونكشن. وانس ذا كونكشن از استابليشد، يعني بقدرش انا ابدا بالخطوه هاي اللي تبع الان والاوت هذول قبل ما يكون في الريكوست تو كونكت جاهز. This has to be I must have، اسميه هون must have request to connect and the request is accepted. يعني إذا ما في request to connect و exception هون بالأول بيكون هذا الحكي ما إله قيمة. خليني هون أحطه dotted pending. إذا ما إجا هذا ما كان في موجود هذا الريكوست تو كونكت. إذا ما في ريكوست تو كونكت هون هذا الحكي كله ما لهوش قيمة، ما بنقدر نحكي بين الكلاينت والسيرفر لا ايكو سيرفر ولا أي شيء ثاني. It has to be connected. وساعات إذا كان زي ما حكينا السيناريو إنه الكلاينت السيرفر ودى الاكنولجمنت والكلاينت اوريدي اكزيتد ما كمل، فبالتالي الكلاينت ما راح يكتب المسجز هذول على الايكو سيرفر وما راح يشتغل الايكو سيرفر تبعي. واذا بعث المسج كمان والسيرفر كان لسه مش شغال ما اشتغل وبالتالي ما عمليش انا اكنولجمنت، فكمان الايكو سيرفر والنتورك. وهذول السيناريوز كلهم راح نشوفهم احنا بالتايمينج مظبوط. وهذا الوقت اللي انا كنت احسبه قبل شوي هون، هذا اللي تايم هون، هذا كله فيه ميثودز تو ميجر هذا الوقت. يعني وي كان احنا اكشوالي ميجر التايم من لحظه ما اعمل انا الريكوست تو كونكت الى ان يجيني الاكنولجمنت، وبعدين لما اودي اول مسج ويرجع لي المسج الثاني. و كونه بحكي بالتايمينج هسه مش راح احكي زياده بالتفاصيل تبع الايكو سيرفر شو بصير. I just need to clarify one thing هون. اوكي هذا التايم انا طلع هون حكيت في وين اظن بالتايم اللي قبله هون. اوكي هذه التايم لما عملت انا السيرفر سينز اك التايم 950 هون ات ارايفز ات 1000، يعني اخذت 50 ملي سكند. من وين اجوا ال 50 ملي سكند هذول؟ يعني من لما انا قلت له اكسبت هذول ال 50 ملي سكند من وين؟ هذا التايم اللي من لما عملت انا اكسبت ستيتمنت
لما عملت accept statement في time ليصل لعندي هون للكلاينت it's well defined time. هذه خليني أنا أحط note إلي إلي هاي لما أجي أنا المحاضرة الثانية اللي بدي أشتغلها معكم اللي هي compute the total time of communication. بس هذا من ناحية عملية إذا الواحد فكر فيه بقول لك مش مهم لإلي هذا ليش بدي أحسب الوقت خلاص التايم قد ما يأخذ وقت يأخذ وقت لا it is important لأنه إذا ما عرفتش أنا التايمينج issues وين بصير الديليز يمكن أظل الـ أكتب برنامج يشتغل عندي على الكمبيوتر تبعي بيني وبينك بس بعدين إذا نقلت الكلاينت سيرفر على environment ثاني بلاقي إنه في errors ما عم بيشتغل في شغلات the same code it has been tested million times بس المرة مليون وواحد ما اشتغل ليش ما اشتغل يكون في timing issues. شو هم timing issues هذول؟ هذا اللي بدي أحكي فيهم بالتفصيل المرة الجاي التايمينج. هذه من الأشياء اللي راح نحكي فيها اللي فعليا اللي أنا اللي راح ينحكى فيه الخط اللي بيمر فيه افترضنا بالكلاينت او هون عندي بدي احط البورت مربع هذا البورت وهي هون عكسته هذا هذه الساكت وهذا البورت اوكي لما اجي بدي اعمل مسج انا بدي اعمل ريكوست تو كونكت وحتى البورت بدي اعمله هيك واقسمه بالنص وهذا Okay, this is my socket. اللي يكون نفس الشيء البورت 333. الآن بدي أعمل request to connect. هاي request to connect اللي أنا عامله هون هذا it takes time. هذا time هذا CPU time. هذا actually T CPU. هذا عبارة عن وقت بروسيسر ليعمل execution للستيتمنت ويعمل باكت تبعي اللي قبل شوي قلت لكم بعمل باكت اللي هي مين الادرس تبعي مين البورت تبعي ولوين رايح انا وشو اللي بدي اياه بدي اعمل request to connect فهذا مسج perform there is time هون هسه هذا البورت الفيزيكال بورت هسه اللي انا سميته هذا physical port اللي بيشتغل عليه الـ physical port نفس الـ virtual port لا الـ virtual port هذا الساكت الـ physical الحقيقي هذا الـ ethernet card هذا الكرت اللي بيطلع data لبرا هذا الكرت اللي بيطلع data على الكابل على الكابل تبع النتورك أو على الوايرلس على الواي فاي بس أنا وصلت المسج تبعي هذا باكت هذا بدي أسميه TCPU هون انا اكتبه تي سي بي يو عباره عن فورم باكيت اند سند ات تو فيزيكال بورت
هذا اللي وقت السي بي يو. بس هذا على شو بيعتمد؟ هذا بيعتمد فعليا على سرعه السي بي يو which is very very fast بالمايكرو سكندز او نانو سكندز، وبيعتمد على قديش بيزي الكلاينت. يعني الكلاينت يمكن يكون انا الكلاينت هذا اللي هو 3333 يمكن شابك على شيء 50 سيرفر، قاعد بيبعث ايميل لهون وبعمل واتساب هون وبعمل براوز على الامازون هون وبيبيع وبيشتري هون. فهو كان بي بيزي، هذا كان بي بيزي. ويمكن يكون في عندي كمان بدل الكلاينت في عندي شيء على الكمبيوتر تبعي 30 كلاينت. طلعوا كل واحد منكم على التليفون تبعه كم كلاينت موجود، قديش من الابلكيشنز اللي عندك كلهم كلاينتس هذول، واحيانا تشتغل عليهم انت بسرعه ايدك مره واحده يعني. فهون هذا التايم تي سي بي وفورم باكيت اند سند ات تو فيزيكال بورت. التايم ديبندز اون سي بي يو سبيد، يعني السيستم سبيد، اند البيزنس. ما بحبش الكلمه بيزنس، يعني قديش انت مشغول، والاند بيزنس اوف ال تي سي بي، لانه تي سي بي هو اللي بده يخدمني، تي سي بي هو اللي بده يحطه هون. هون بيكون في كيو فعليا على البورت، اذا بدي اكون دقيق بالشغل في كيو هون، والكيو شكل الكيو خلينا نعملها هيك، هي الكيو تبعتي. اخذت البزنس اللي هم عدد السيرفرات وعدد الكلاينتس. ايش هو البزنس؟ البزنس يعني قديش كم كلاينت عندي بحاول يتصل بالبورت، قديش عندي كلاينتس كثيرة على السيستم تبعي انا. هاي البزنس. وحتى اذا السي بي يو كمان بيزي، لانه مش يعني السي بي يو مش بس فاضي لإلي انا اضل ابعث مسجز، عنده شغلات ثانيه بيشتغلها. فهاي الكيو بتكون هيك شكلها. اللي جاي لهون. اوكي. وهذا فعليا اللاين ما بيجي لهون مباشرة، اللاين بيجي بفوت على الكيو، ومن الكيو بيجي على البورت، بيجي على تي سي بي. وخلينا نجيبه من فوق أحسن. دكتور طيب شو بتعمل هاي الكيو؟ الكيو لما يكون في عندي 20 30 50 ريكوست طالعين على البورت، البورت باخذهم واحد واحد، مزبوط زي الطابور. يعني اذا انا قاعد بعمل، انا عندي بورت واحد، مزبوط بورت واحد فيزيكال، فيش عندي 100 واحد، عندي بس الواي فاي واحد على الكمبيوتر تبعي على اللابتوب بيطلع واي فاي. هسه انا في عندي البورت هذا بيجي له من الكلاينت اللي بده يروح يحكي مع سيرفر 1، والكلاينت بده يحكي مع سيرفر 2، الكلاينت بده يحكي مع سيرفر 3، وكل ما هذول ببعثهم انا مسجز عم بكتب كود، والكود قاعد بيجي اول باول. فاذا كان هذا الكيو مليان كثير يعني في زحمه عليه فبتاخر. فهاي البزنس معناته انا بس انه ليش بيزي البورت. فهذا التايم تبع السي بي يو بيعتمد على قديش البورت هذا بيزي. بس وصل اخر المطاف كان قدامي 4 5، وصلت انا هون. بس هذا البورت ليش قسمته بالنص؟ انا لو وصلت على البورت تبعي والتي سي بي عرف المسج وين بده يروح، بده يروح المسج لهون مثلا زي ما حكينا احنا، بده يجي هون، بده يبعث لي المسج من هون لهون. مشان اطلع على الخط، مشان اطلع المسج اللي انت بعثت لي اياه، اطلع هذا الخط، في شيء اسمه كمان الايثرنت كارد بده يشتغل هسه. هسه تي بدنا نسميه تي ترانسفير، بدي انقل
الداتا اللي اجتني الباكت بدي اطلعها على الهواء، بدي اطلعها من الكمبيوتر، من اللابتوب تبعي او من التليفون تبعكم، بدي اطلعه على هذا الخط اللي هي هاي الجزئيه هون، هاي النص الثاني هون سميته، خلي اسمي هنا الجزء الاول من هون، وفي الجزء الثاني second half. انا وصلني هون الجزء الاول واحد بيشتغل لي فورموليت الباكتس تبعي، بحط الادريسز بحطهم بالطريقه اللي بفهم عليها النتورك، وهون الان بده يعمل لي ترانسفير من اثنين على اللاين، هذا بدي اسميه اللاين الوايرلس لاين، الاكتوال فيزيكال لاين، هذا اللي بده يودي الداتا عليه تطلع على الهواء واللي تطلع على الكوابل لتصل للمحل الثاني. هذه التايم التي ترانسفير depends on the speed of the Ethernet or wireless card or Wi-Fi card. في كارت هون بيشتغل وبده ينقل الداتا، بده ينقلها بطريقة الباينر، يحولها ل zeros و ones ووديها على اللاين. هذا التايم إذا أنت بتشتري أي كمبيوتر أو أي جهاز دائما في واحد من الكاركترستكس اللي موجود اللي هي الواي فاي كارد، عادة الأيام هاي بيكون 10 ميجا بيتس بير سكند هيك بقيسوه، أو 100 ميجا بيتس بير سكند، واليوم صار في موجود 1 جيجا بيت بير سكند أو 10 جيجا بيتس بير سكند. شو يعني؟ هذا إذا شفنا الكونفيجريشن تبع أي سيستم عندنا أي كمبيوتر وطلعت عليه، فت على الواي فاي كونفيجريشن والسبيد والسيستم سبيسيفيكيشنز، بتلاقي هيك شغله. هذا الحكي معناه بدي اخذ مثلا اكزامبل اللي هي ال1 ميجا بيتس بير سكند، بطيء جدا هذا. هذا معناته the system can generate 1 مليون بت every second. طيب إذا المسج تبعي if my message size، أقل مسج size راح يكون 1 كيلو بت اللي هي حوالي 1000 بت، يعني السيستم ما راح يودي 10 بت مع بعض، حتى إذا ما فيش عندك إلا 10 بت بيعبيهم بباكت، الباكت حجمه رفلي تقريبا 1000 بت. فإذا المسج تبعي 1000 بت، it takes ال 1000 بت هذول تقسيم مليون يساوي واحد بالألف سكند، يعني بدي واحد بالألف سكند لأطلع المسج اللي هي 1 كيلو بت، والواحد بالألف من الثانية يعني واحد ملي سكند. من هون إجى التايم مشان المسج تبعي يطلع على اللاين يصير على اللاين هون بده 1 ملي سكند. أوكي هسا on the line T propagation بسموه اللي هي الانتقال time to propagation اللي هو لما وصلت انا على اللاين على الخط، اذا كان بدي ابعث المسج تبعي السيرفر كان موجود ب اي propagation اوكي ذاتس فاين، فكرت حالي غلطان بالتهجئه. تي بروبيجيشن للوقت اللي بصرفه على اللاين، افترض انه انا بحكي السيرفر تبعي انا هون في الاردن والسيرفر اللي بتخاطب معه في امريكا ولا باستراليا ولا بالبرازيل ولا بمصر في محل بعيد، فهذا تايم، هذا التايم بيعتمد وانس اتس اون ذا اير يعني بالفضاء. تي بروبيجيشن هذا ديبندز اون ذا سبيد اوف لايت، لانه كله هذا عباره عن الكترونكس بيطلع بسرعة الضوء، هذا اللي هي أسرع إشي موجود عندنا هون، بيطلع بسرعة الضوء. حد بيعرف قد إيه سرعة الضوء؟ اللي هي 3×10^8
متر بير سكند، يعني بيمشي تقريبا 300 مليون، مش هيك؟ 300 مليون متر بالثانية، يعني 300 ألف كيلو متر بالثانية بطلعها. Speed of light, which is very almost we can ignore it most of the time, إلا إذا كان السيرفر حقيقة بعيد كثير. وهنا بهاي راح يطلع نفس الطريقة، راح يطلع نفس الطريقة، بدي أحط هذا هون، وهاي 2 هون، 1 هون. نفس الشيء في السيرفر بيستقبل الداتا، وبعدين من 2 هون بيعملها ترانسفير للإيثرنت كارد، والإيثرنت كارد بعدين بوصل للساكت بنفس الطريقة اللي حكينا فيها هون. نفس وراح يكون عنده كيو كمان، وهي الكيو راح تكون معكوسة مشان يطلع منها الداتا على الساكت. ما عادش بدي اياها هذا انا. وانا اول ساكت بدخله بالكيو، وبعدين لما يجي دوره بوديه من هون لهون. Alright. فهذه الخط اللي بيصير. في عندي إشي أنا كنت كاتبه راح هون، صح؟ أيوه. هذا اللي كنت بدي أشيله. أوكي. هذه الخط اللي بيتم الترانسبورت، والعملية الدخول الداتا للسيرفر بتتم بنفس الطريقة. هذا كل الوقت بينحسبها، بنحسبه احنا بالضبط يعني قديش بنحسبه، وكمان فينا نقيسه نقدر. بس احنا لما نقيس بنقيس فعليا، القياس تبعي بقيس من اللحظة اللي انا بكتب فيه الكود هون او بعمل الريكوست وكونكت ليرجع الاك تبعي، كل السايكل هذا وي كان ميجر ات اند يو ويل سي هاو يو ويل بي ايبل تو ميجر ات لما نكتب كود. اورايت. طيب انا خليني اوقف هون الساعه او الستوب. بكمل الاسبوع اللي جاي، بعد بكره السيشن هذا راح يبلش ببراكتيكال سيشن مع المس كرما. راح نلاقي يعني نبدأ بالكودينج، كيف تفتح تشتغل كلاينت، كيف تعرف الكلاينت، تعرف السيرفر and so on. هذه تفاصيل راح نشتغل فيها بشكل كويس مع بعض. alright. في حد له أسئلة؟ طيب نراكم مرة القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية يا جماعة. يعطيك العافية. يعطيك العافية. لا لا. يعطيك العافية دكتور.